وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإدعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على اليقين من سر ذلك الإدعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدوا به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجاهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة البشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فيه العدل الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتفيأوا بلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أكثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نامت أعيني يوما يا رسول الله نامت والهنين نما يا حبيب الله روحت تهتويني رعيا يا رسول الله بشوق فوق
وسلم وبارك عليه وعلى آله.